السلامة وهذا سواريز والركنية وإمكانية هجومية الآن والمقابل تعدي كرة مرتدة هذه تعدي كرة من فيربو فيربو وما زالت الخطورة الرعب موجود في الجماهير الكتالونية جينيال دي ليو يراوغ نمره الثاني يا سلام وهذه المخالفة والإنذار الإنذار أموريتو ليو في القائم الثاني رايع لانجلي وأروع منه ليو كرة سهلة قلنا على اليسار ومرت على اليسار والحارس بولو بعد والتدخل الدفاعي في الوقت خواكين في حواره مع جيرار بيكي وهذه كرة التسويق تير شتيغن الألماني يعاني لكن سريعة من البرازيل سيدني لتيربو تيربو شو هذا شنو هذا وسواريز يتباتى سواريز ويكبر بو وتسويق والهدف الثاني جول زلزال 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 في ملعب الكامب نو رشة أرضية أندلسية والثنائية قوية وعلى برشلونة كارثية هذه هي الجماهير الأندلسية.